صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. كل صباح جميل، كل صباح سعيد. اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، 11 باب 1739 من الشهداء. اليوم 11 من الشهر المبارك، باب أحسن الله استقبال وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب. يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنيح الأب القديس الأنبا يعقوب بطريرك أنطاكيا، وقد لقي شدائد كثيرة ونفي في سبيل المحافظة على الإيمان المستقيم. وبعد أن ظل في أن في مدة من الزمان اجتمع أهل المدينة واستحضروا، ثم رجع الأريسيون ونفوه ثانيا، فمكث في المنفى 7 سنين، ثم تنيح بسلام. شفاعته تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم نياحة القديسة بلاجيا التائبة. في مثل هذا اليوم تنيحت القديسة بلجيا، وقد ولدت هذه البارة بمدينة أنطاكيا من أبوين وثنيين، وكانت قد جمعت إلى فساد معتقدها نجاسة السيرة أيضا. فصادفها أسقف قديس يسمى بولس ووعظها كثيرا، فآمنت بالسيد المسيح على يده واعترفت له بجميع ما صنعت، فقواها وعلمها ألا تيأس وأن تتوب توبة صادقة. ثم عمد باسم الآب والابن والروح القدس، واستنارت بنعمة المعمودية وتقدمت إلى التوبة بقلب ثابت ونية خالصة، وأدنت جسمها بالعبادة الحرة، ثم تزينت بزي الرجال وذهبت إلى أورشليم وسجدت في هياكلها، واجتمعت بالأب الأسكندروس بطريرك أورشليم، فأرسلها إلى بعض الأديرة التي يقرب ببيت المقدس، ومكثت فيها 40 سنة وتنيحت بسلام. صلاتها تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم آمين.